السلام عليكم شيخ صالح، أحسن الله إليكم. نحن أبناؤكم من السودان، نريد أن نسألكم سؤالا، بارك الله فيكم. عندنا عبادة القبور منتشرة بكثرة، وهناك أحد الدعاة ينسب إليكم سلمكم الله، أنكم تقولون أن عابد القبر المعين إذا كان جاهلا أو نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام يسمى مسلما ولا يحكم عليه بالشرك إلا بعد إقامة الحجة عليه، واسمه مزمل الفقير. يقول أن عباد القبور في السودان مسلمين لأنهم جهال لم تقم عليهم الحجة، يجوز الترحم عليهم ويدفنوا في مقابر المسلمين، ويقول ما كلفنا. ما يسمعون الإذاعات. يسمعون الإذاعات، نعم. خلاص، فيها بيان الإذاعات السعودية خصوصا، فيها بيان. وهذا الداعية عفى الله عنه، يعني يقول من يقول بأن عباد القبور مشركين أنه تكفيري وأنه كذا وكذا. هذا هو التكفيري، ما هو ينكر، اللي ينكر موحد وهذا مشرك. نعم.